اهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. مصر بالفعل جميله باهلها وناسها والافكار الجديده اللي بيتم تنفيذها حاليا على ارض الواقع، المشاريع القوميه اللي بيتم تنفيذها. الحقيقه اللي يبص يلاقي انه في تنميه في شتى المجالات. بنتكلم على مشاريع قوميه بتخدم ملايين من البشر ان شاء الله، بتوفر باذن الله تعالى فرص عمل لعدد كبير جدا من الساده المواطنين. ولو اتكلمنا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، النهارده هناخد موضوعين مهمين جدا. بنتكلم على المثلث الذهبي واللي هيكون في منطقه إنا وسفاجه والقصير، واللي بيتضمن العديد من المشاريع في شتى المجالات، وطبعا بيوفر فرص عمل لعدد كبير جدا من اهلنا في الصعيد. وهنا بنبدا نقول التنميه هتكون في الصعيد. بنتكلم كمان على منظومه الطرق الجديده واللي بتربط كل المدن ببعض وبتسهل طبعا سرعه الوصول للمنتجات، وفي نفس الوقت كمان فتح مجتمعات عمرانيه كتيره جدا، بتوفر ايضا فرص عمل لعدد كبير من الشباب. بنتكلم على كمان محور تنمية قناة السويس، بنتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، بنتكلم على استصلاح 1.5 مليون فدان، بنتكلم على مشروع البتيلو، بنتكلم على منظومة الدولة للاهتمام بالفلاح وتوفير كل ما ينقص الفلاح من إرشاد زراعي، وفي نفس الوقت أيضا المنتجات اللي هو بيحتاجها علشان يقدر أن هو يقدم منتجات كتيرة أو يزود الرقعة الزراعية. كل ده الدولة مهتمية بيه في شتى المجالات. الحقيقة احنا دلوقتي في مرحلة بناء، الحقيقة احنا دلوقتي في مرحلة العمل والجد والاجتهاد، وجني الثمار هيبقى قريبا جدا بإذن الله تعالى. واهم من كده الاهتمام كمان بالطاقة البشرية والشباب. لأول مرة بنشوف انه السيد الرئيس بيجتمع مع الشباب في لقاءات دورية امبارح والنهاردة، هو اللقاء الرابع ما بين السيد الرئيس واعضاء الحكومة كلها مع مجموعة كبيرة من الشباب. طبعا اللقاء بيتم في اسكندرية، بيجتمع بعدد كبير من الشباب واللقاء مفتوح والكلام بمنتهى الحرية والأفكار متداولة، وبنطرح رؤية مصر 2030، لأنه كتير بنسمع من خلال وسائل الإعلام فين الرؤية؟ طب إحنا رايحين على فين؟ طب مستقبل مصر إيه؟ لا، إحنا عندنا رؤية بالفعل 2030، وكل الجهاز الإداري للدولة ماشي في تحقيق هذا الحلم وهذه الرؤية لمصر 2030، واللي هيتم طبعا بشبابها وأهلها وناسها. النهارده زي ما قلت هنتكلم على موضوعين مهمين جدا. بنتكلم على المثلث الذهبي، وهيكون لنا لقاء مع سياده اللواء الدكتور مهندس مصطفى هدهود محافظ البحيره الاسبق، وهنعرف منه تفاصيل اكتر وفرص العمل اللي هتكون متاحه من خلال هذا المثلث الذهبي، وكمان مجالات الاستثمار اللي هتكون مطروحه للاستثمار المحلي وايضا الدولي. وهيكون معانا كمان ايضا لقاء مع الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والمرور والمشرف على المشروع القومي للطرق، وهنعرف منه كمان تفاصيل اكتر عن هذا المشروع القومي الكبير. نطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر.